بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. حلقه جديده من برنامج الاشبال، خطوه واحده على حلم الوصول لاولمبياد طوكيو 2020. كل التوفيق للمنتخب الاولمبي ان شاء الله في المباراه القادمه امام منتخب جنوب افريقيا. المباراه هتكون يوم الثلاثاء القادم الساعه 8 ان شاء الله في استاد القاهره. كل التوفيق للكابتن شوقي غريب والجهاز الفني المعاون، كل التوفيق للاعبي منتخب مصر بقياده رمضان صبحي. المنتخب الاولمبي نال احترام الجميع برغم ان البدايه ما كانتش قويه وكانت على المستوى في مباراه مالي، لكن بمرور المباريات اكتسب احترام الجميع. ده بان كمان في خلال من خلال الحضور الجماهيري المكثف. ما شاء الله شفنا مباراه الكاميرون امام مصر، حضور جماهيري كبير. المنتخب المصري ادى اداء رائع وكان يستحق الفوز. ما شاء الله اللعيبه كلها بتقدم مستوى رائع، وكمان زي ما احنا شايفين المقارنة بدأت بين المنتخب الأول والمنتخب الأولمبي. المنتخب الأولمبي بيتميز بميزة كبيرة جدا، هي الروح القتالية داخل الملعب. كل مباراة عن التانية بتلاقي فيه روح قتالية، في إرادة، في إصرار، في عزيمة على المكسب. المباراة الأولى أمام مالي اللي انتهت بفوز مصر 1-0، المنتخب الأولمبي ما قدمش مباراة فنية كبيرة، لكن كانت الإشادة بالمكسب والروح القتالية. الروح القتالية زادت كمان والإصرار والعزيمة مع أمام منتخب غانا. ظهر كمان المنتخب الأولمبي بأقصى حاجة عنده أو بالكرة الحلوة كمان أمام منتخب الكاميرون اللي كان أقوى يعني فرق المجموعة. إن شاء الله زي ما بقول لحضراتكم المنتخب الأولمبي هنواجه منتخب الأولمبي الجنوب أفريقي. كان سبق لينا إن إحنا لعبناهم، لكن الناس بتقارن قبل كده. المنتخب الأول كنا خدنا العلامة الكاملة وخرجنا أمام جنوب أفريقيا في دور ال 16. أنا أقول لكم لأ، المقارنة مش يعني المقارنة ظالمة. المنتخب الأولمبي اللي بيميزه الروح القتالية العالية، ده إن شاء الله اللي هيظهر يوم الثلاثاء القادم. وكمان الكابتن شوقي غريب يعني بيتغير مع كل مباراة، بيقدم الأحسن، بيحط اللعيبة أو بيوظف اللعيبة بالطريقة المناسبة أمام كل مباراة. كمان تغييرات كمان إيجابية وكبيرة. إن شاء الله كلنا ثقة في المنتخب الأولمبي وكمان في الجمهور اللي هيكون موجود في مباراة الثلاث الثلاثاء القادم إن شاء الله من جنوب أفريقيا، اللي هيكون ليه مفعول السحر. إن شاء الله من المباراة دي إن شاء الله نقدر نوصل أولمبياد طوكيو، وكمان نلعب على المباراة النهائية، وإن شاء الله تكون البطولة دي من حليفنا، خاصة إنها كمان على أرضنا ووسط جمهورنا.